اهلا وسهلا بيكم مره تانية وتفاصيل. يمكن كتير بنقابل في حياتنا مواقف صعبه بتهزنا وتاثر فينا. ممكن نكون بنقابل زعل، لا غدر، ده كده كمان ايه وصفت بسيط، خذلان، ده حتى ده برضو تحس كده ان بعدها بتوصل بكسره قلب. وقتها حاجة واحدة بس لازم نخاف عليها، هي نفسنا، انها متتغيرش ونفضل ولاد حلال زي ما احنا. ده مهم جدا جدا، لان ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي كل اديانه قال انه شاهد ومطلع على كل شيء، وانه عالم بما في الصدور، وانه بيجازي كل واحد على نفسه وعمله. طيب اقدر اعمل ده سهل؟ طيب هو انهي الاصعب، لنا انزل واخد حقي واغلط وبهدل الدنيا، ولا اللي انا ابقى من الناس الثابته اللي كاظمه للغيظ وقلبها في ايدها كده تتحكم في نفسها؟ حابوا معايا بشيخ ابراهيم الدسوقي. اهلا وسهلا بيك يا مولانا. اهلا وسهلا بحضرتك. يمكن اللي انا قلته لحضرتك ده بيقابل كتير مني، تحس كده انت معقول انا اتغدر بيا كده؟ معقول انا اتبعت من الشخص ده؟ معقول الشخص ده بهدلني كده؟ الموضوع ده عارف يا شيخنا خلي الواحد ممكن يتغير. يعني لو بنت عايشت مع زوجها، زوجة تتمنى له الرضا يرضى، وحد مخلص لي جدا ووافي لي جدا، يجي بعد كده يقول لك ايه؟ انها خانها او بهدلها وهنها او قل منها، بالتدرج المحبه دي بتقل، حتى لو وصلوا للطلاق بتجد ان هي الحاجه الحلوه اللي كانت فيها ما بقتش عارفه ترجعها. كلمني بقى ازاي احنا نتفادى الاخطاء دي، ولو احنا حلوين نفضل زي ما احنا حلوين، لو احنا مراعين ربنا في نفسنا نفضل زي ما احنا مراعين ربنا في نفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وخلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى، الحمد لله عليه النشأة الاخرى، هو الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وإليه الرجعة. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل سبحانه كل من عند الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أحيك الثوب، كنت بخيط الثوب، فوقع المخيط من يدي. كانش فيه بقى كهرباء ولا نور ولا حاجة خالص، كان الجو مظلم يعني. فتحسستها فلم أجدها، فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت المخيط في نوره، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، هل يحرم من نورك أحد؟ قال: نعم، البخيل. قالت: ومن البخيل يا رسول الله؟ قال: البخيل من إذا ذكرت أمامه ولم يصلي علي. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليسوا على قدر واحد، لا من الغنى ولا من الفقر ولا من الصحة ولا من المرض ولا من الطول ولا من القصر، حتى الألسنة مختلفة، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. لكن الشيء الوحيد الذي حدده الله سبحانه وتعالى هو طريق الخير وطريق الشر. طريق الخير آخره الجنة، وطريق الشر آخره النار. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حدد صفات المؤمنين الذين قال لهم في القرآن: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا الذي ينفق في السراء والضراء، هذا الذي يقظم غيظه، هذا الذي يعفو عن الناس، هو من المحسنين. الملاحظ في كلمة القرآن العظيم المحسنين في إسلام وفي إيمان وفي إحسان. الإحسان أكبر من درجة الإيمان وأكبر من درجة الإسلام. فإذا كظمت غيظك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيأتيك بحقك، مش هيضيع حقك، ربنا ما بيظلمش حد. فإذا أنا في حد اعتدى عليا، حد عمل فيا حاجة خلتني وصلت للذروة الغضب، طب هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. يا رسول الله زدني، قال: لا تغضب. زدني يا رسول الله، قال: لا تغضب ولك الجنة. إنما الغضب جمرة من الشيطان، لا يستطيع الإنسان بعد الغضب أن يسيطر على نفسه. إيه بقى اللي هيجي بعد الغضب؟ نفس أمارة بالسوء، وهيجي شيطان، وهيجي هوى. وإذا تحكم فيك واحد من التلاتة ضللت الطريق. إذ خط النبي خطا مستقيما وقال: هذا طريق الله المستقيم، وخط خطوطا معوجة وقال: وهذه مسالك الشيطان. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وبعدين استنى هقول لحضرتك على حاجة. واحد ضربك ألم، الألم اللي هو ضربولك ده بقوة معينة من إيده، نزل عليك بسرعة معينة، نزل عليك بقوة معينة، الله سبحانه وتعالى بيقول لك: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هل أنت بعد ما انضربت وحسيت بأنك أنت أهنت من هذا الرجل الذي ضربك وهترد له الألم، هترد بنفس القوة وهترد بنفس السرعة وهترد بنفس القيمة بتاعت الألم الأولاني اللي هو جالك؟ لا. إذن أنت لو تركت الله يأتيك بحقك لجاءك بحقك، أما أنت لو توليت أمر نفسك عشان تاخد حقك بإيدك هتنقلب من مظلوم لظالم، لأنك أنت مشحون بحقد وبغل، وعشان تديله الألم عاوز تديله ألم ما يسمحش بعد الألم بتاعك، يبقى هتنقلب من مظلوم إلى ظالم. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طيب دي مرتبة. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة: واصبر وما صبرك إلا بالله. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. ترك كل وضوء على الصلاة، وجزاكم الله خير، يعني فعل خير، مبسوطين الحمد لله رب العالمين. يعني أصر الحاج محمد علي الغرباوي وشهرته الحاج بلال، سيدنا بلال، إنه البير بتاعه هو وزوجته الحاجة صباح السيد عفيفي، إنه يبقى البير في الطريق السلوم الدولي. احنا شايفين العربيات ريحة جاية جنبنا، وجنب مسجد ما كانش فيه مية نهائي، واحنا النهاردة
فرحانين خالص، فرحانين فرحة السنين ان احنا قدرنا كمؤسسة فعل الخير نعمل اللي علينا. فهنشوف اثر اللي احنا عملناه على اصحاب الصدقة الحاج محمد الغربان. اتفضل. اسعد يوم في حياتي ان انا بشوف الفرحة في عيون اهالينا، وكنت بتمنى دايما ان ربنا سبحانه وتعالى يقدرني واعمل حاجة ان انا اسعد بيها اهالينا اللي هم موجودين في الاماكن دي. ورب وبقول كل انسان يقدر ان هو ربنا يكرمه ويعمل حاجة لله، حاجة كويسة كده، صدقة جارية، ما يتأخرش. والله شعور جميل، وفرحانة ان ربنا اكرمنا بهذا العمل ووفقنا، وفرح حبايبنا في البلد، وربنا يقدرنا على فعل أشياء أخرى كتير. شكرا للمتبرع، البير جاي في حتة ما شاء الله يعني، والمسجد هنا ما فيهوش بير مية، الحمد لله عملنا له بير مية. المسجد لسه محتاج دورة مية، لو حد فعل خير يتبرع له، احنا ما عندناش مشكلة. اتحلت الحمد لله بفضل الله مشكلة المية عندنا هنا تماما، المية بقت متوفرة والمنطقة كلها تشرب، ما عندناش مشكلة إلا مشكلة الحمامات للمسجد. لو حد تبرع بهم ربنا يجزي خير، وألف شكر للمتبرع وربنا يجعله في ميزان حسناته يعني. الجمال ده، الناس بتحبكوا وبتصدقكوا على فكرة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. البركة في حضرتك الحقيقة، لأنه مؤسسة فعل الخير من أول دقيقة الحمد لله لحد دلوقتي، والحد ربنا سبحانه وتعالى ما يحكم في أمره. إحنا في البرنامج ده تقريبا زي ما بقول دايما حصري يعني. تنوروني. فالبركة في حضرتك والبركة في مجهودك الحقيقة، وبنحيي كل الناس المشاهدين والمشاهدات، وبنحيي كل الناس اللي بيقولوا احنا عاوزين نتبرع معاكم وعاوزين نتصدق معاكم، لان الحمد لله لا نملك الا الصدق. لا نملك الا الصدق، وهو السلاح الحقيقي، وهو السلاح الحقيقي اللي احنا متعاملين بيه مع الناس. حد عايز يعمل معاكم بير بجد يعني، حد بقى بيشوفنا بقاله فترة اتردد، ما جاتش فرصة، نواها فعلا، ويلا بقى عايز اعمل، تشجعه تقول له ايه؟ احنا فضلنا احنا قلنا احنا عاوزين 50 بير في مطروح، جالنا منهم دلوقتي 15 20 بير، يعني احنا فضلنا 30 بير. يا بخته اللي ربنا سبحانه وتعالى هيوفقه دلوقتي ويقول انا عاوز بير في مساجد، لانه بدا على فكره المساجد عندنا يعني ما شاء الله. والله حضرتك كده روحي في اي مكان في مطروح هتلاقي المسجد ده عليه رخامه تحت اشراف وتنفيذ مؤسسه فعل خير. الحمد لله رب العالمين. سعر البير ده كان مولانا، البير اللي احنا شفناه الجميل ده وصاحبه وصاحبته، لو حد مش قادر يعمله كله. لا احنا عندنا البير ب 30,000 جنيه ما زال زي ما هو، وعاملينه 6 اسهم، السهم فيه ب 5,000 جنيه، يعني لو واحد عاوز يعمل لنفسه سهم ولزوجته ولابوه ولامه ولحد من ولاده وزوجته وكده، يبقى هم 6 عشان يعملوا البير كامل. وزي ما بنكتب الواحد او الاب والام على البير مخصوص ليهم، المرحوم فلان الاب والمرحومه فلانة الام، هنكتب برضو كل الست اسماء اللي هم موجودين. ما بال حضرتك بقى لو عملنا اسهم، في ابار تانية بتبقى اسهم. يعني احنا عندنا بنعمل السهم ب 5,000 جنيه، وعشان حبايبنا كتار يعني فبنقول السهم ممكن نكتب فيه اسمين اتنين عشان برضو كل الناس تتراضى وكل الناس تبقى فرحانه. عندنا ال 30 بير اللي موجودين في مطروح باذن الله، عشان ما في ربنا النهارده يجوا، بكره يجوا باذن الله، عشان نروح كمان نفتتحهم عشان يقابلوا موسم الامطار اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله رب العالمين. لسه فاضل لنا 50 كمان في بني سويف، برضو البير في بني سويف ب 30,000. التقارير اللي احنا بنشوفها دي، فرحه الناس دي عندنا اكبر وسام واكبر تشريف لمؤسسه فعل خير. جاهز؟ طبعا. يلا بينا. يلا. يعني يمكن هكلمك في امر بستعجبه وبستغربه لكن هو موجود،
وانا بطبيعة الحال بدق على البيبان وبدخل وبتكلم، وفي مواضيع بتبقى صعب ان مذيعات او زملاء يتكلموا فيها، انا بحسس عليها عشان ناخد بالنا. لما بنكبر في السن زوج وزوجة، في زوج بيبقى مش طايق كلمة لمراته، ولا هي طايقة اي حاجة منه، لدرجة تقول لك ما بيبطلش طلبات، هات ودي جيبي اعمل خلي، كل حاجة بميعاد، كل حاجة على هواه، كل حاجة باللي هو عايزه، وبيبقى في مناقرة ما عملوهاش هم صغار، لدرجة ان ولادهم يبدأوا يتدخلوا، يا ماما معلش، يا بابا اهدى، ده ما عندها شغلة منك، والكلام ده. في ناس منهم وللأسف بعد 20-30 سنة، 35 سنة، 40 سنة تتطلق. تعرف كده؟ في طبعا. طيب، في حين تلاقي الناحية التانية بقى واحد تاني، واحد ما يطقش الهوا على مراته، ست ما تزعلش أبدا من جوزها، حتى لو زعق، لو اختلف، لو ضايق ولد من ولادها، لو زعل بنت من بناتها، هي ما بتزعلش، هو ما بيقدرش يضايقها بكلمة، تقطع لسانه كده ولا قولها كلمة تجرحها. هو ايه الفرق؟ ما تقول لنا دول عملوا ايه؟ عشان بصراحة احنا طمعانين في الناس الحلوة اللي زي دي، مش عايزين نتبهدل لما نكبر. الحقيقة كله بإيدينا. اللي عمل بخير بيداه التقاه. بقولها بالبسيط زي حضرتك ما بتقول. بالبسيط جدا. اللي يعمل الخير بيداه يلقاه. انت حضرتك عملت، يسرت على الناس. طب وبعدين انا لما يسر عليهم ربنا يسر عليا، من يسر على معسر يسر الله عليه. انت رحت فكيت كربة ناس. طب وماله، ايه دخل ده بهداوة السر بتاعت البيوت؟ من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طيب انا رحت يسرت على معسر، ساعدته في تجهيز بنته، طب ايه المشكلة برضه؟ كله بالعطاء. الله. اعطي وخلي ربنا يعطي لك. ان اديت فلوس ربنا هيزيدك، ان اديت يسر ربنا هيزيدك، ان اديت عطاء ربنا هيديك عطاء، ان اديت تفريق كروب ربنا هيفك كروبك. وربنا سبحانه وتعالى لخصها كلها وقال: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اوعى تصدق انك هتعمل خير وتلاقي شر. الله يا شيخنا، الله يفتح عليك يا مولانا، الله يبارك في حضرتك. تعالوا نشوف صداقتنا الاولى فين ونرجع لكم مره تانية، ابقوا معنا. احنا محتاجين بير لهذا المسجد، لبيت الله سبحانه وتعالى، محتاجين بير ضروري ضروري ضروري، وننقلوا في الماء في هذا البراميل. البير والله البير نبل الشرب وللمسجد وللوضوء ولكل حاجه، يعني اللي يجي المسجد ما يلاقيش ميه، ما ينفعش بلا ميه، مش حاجه بلا ميه خالص. النهارده واحنا في مطروح بنحاول نوصل لك الصوره للمشاهد الكريم والناس اللي بتتابعنا، لما نقول لك عندنا اكتر من 200 بير لاهالينا في مطروح. المسجد قدام حضرتك، اكتر من 200 مسجد لاهالينا في مطروح محتاجين ابار، والبير قدام حضرتك بيشتغلوا فيه. انت النهارده فين من هذا الكلام؟ النهارده لما تسمع ان في ناس ما بتصليش عشان ما فيش ميه، طب في ناس لو لقت الجمعه جت او عايز يخش يصلي ويلحق الجماعه بيتيمم، يعني معنى كده ان مفيش ميه، معنى كلمه مفيش ميه يعني مفيش حياه. محتاجين ميه عشان الميه عندنا، ما عندناش ميه خالص هنا، يعني شوف واحد اثنين ثلاثه، ثلاث حواشين ما فيهمش ميه خالص هنا، بتاع اربع حواشين خمسه ما فيهمش ولا ميه ولا حاجه ولا. واذا وجد الماء في المسجد قام برسالته، واذا لا يوجد ماء في المسجد تكون رساله المسجد ناقصه. هذا المسجد يحتاج إلى بئر حتى يتم رسالته. مش موجود فيه مياه خالص، الناس بتيجي عشان يصلوا الجمعة أو يصلوا الصلوات، ما بيلاقوش مياه بيرجعوا تاني. حتى الأهالي هنا قالوا لنا احنا بنتيمم بالأرض
بالتراب عشان واحد فينا يخش يصلي. احنا بنحاول ننقل لك صورة لأهالينا في مطروح، صورة المسجد اللي قدام حضرتك، بنقول لك ما فيش مية، فتحاول قدر الاستطاعة، ونحاول جميعا ان احنا نشوف طلبات الناس دي ايه، نشوف قدر الاستطاعة. احنا عايزين نسعد الناس دي، لان اللي يسعد الناس دي ربنا هيسعده، واللي يكبر خاطر الناس جبر خاطره رب الناس. فأعطي ما دمت تستطيع حتى تعطى اذا ما احتجت. المسجد انا فهمت ان هو حاولوا يعملوا له بير لكن ما قدروش يكملوا. ده منطقه براني في 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 مطروح، حافظينها بالشبر. احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين كل شهر بنروح مرتين ثلاثه. منطقه براني في مطروح. المسجد ده فجر الاسلام، شفناه لانه جميل جدا، وطبعا مكان كانت اخر حاجه تتخيليها حضرتك ان مسجد بالشكل ده وبالجمال ده ما يبقاش فيه ميه. واحنا ماشيين بصينا لقينا في ردم بره الارض، قلت لهم الجامع ده ما فيهوش بير. وقفنا ورحنا، وبصراحه الناس قالوا كلام صعب جدا، يعني بيقول لك احنا بنتيمم بالتراب عشان نصلي. الواحد اللي عنده اللي بيته قريب يجيب شويه ميه يلحق الصلاه، واللي ما فيش يا اما يتيمم يا اما يروح من غير صلاه. فأصرينا ان احنا نصور البير ده، واسمه فجر الاسلام. فجر الاسلام لما يبقى في قلبك وتشوف المسجد ومن غير بير وما تساعدش، يبقى قول لي انت الحكايه، عاوز مين يكلمك غير ربنا؟ نعم بالله. عاوز مين؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكلمك، بيقول لك البيت ده بيتي، المسجد ده بتاعي، والمال اللي معاك برضه بتاعي، فلا تبخلوا بمال الله على بيت الله. مسألة بسيطة جدا، هم عملوا الفم بتاع البير، شباب على فكرة، شباب كانوا فاهمين ان هم هيستطيعوا ان هم يكملوا البير لان هم في حاجة شديدة جدا، لكن عجزت ايديهم وعجزت جيوبهم ايضا عن استكمال هذا البير. يا بخته ويا هناه ويا سعده اللي يقول النهاردة مسجد فجر الاسلام البير بتاعه عليا 30,000 جنيه. تسعد بيقول لك ثلاث حوشات، يعني ثلاث تجمعات في 4,000، يعني 12,000 هيسعدوا بالبير ده لو متعمل فيه المسجد ده. المسجد هنا يقوم برسالته، المسجد هنا اللي هيتوضى ويدعي لك ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، اللي هيقعد بين الصلوات ويذكر ربنا انت هتاخد اجر معاه، اللي هيصلي وهيدعي لك انت هتاخد اجر كامل من رب السماوات والاراضين سبحانه وتعالى. في واحد يا مولانا بتلاقيه يقع في مشكله، الحل يجي مع المشكله، يسهل له فكره، يعطره في حد، يساعده ان هو يبقى ربنا كرمه، في يعني واحد يجي يقول له لا ما تقلقش خلصك منها انا مصدقك. المهم من المشكله دي ما تغيبش. في واحد تاني يقعد في نفس المشكله، تلاقيه بقى له، يقول لك عم انا في مشكله بقالي 3 سنين 4 5. سبحان الله، هو ربنا وقف مع ده ليه وما سابوش؟ اللي وده سابه ليه يعيش في مشاكل؟ اللي يلزم باب ربنا سبحانه وتعالى هيدله على كل الخير. يلزم باب الله سبحانه وتعالى، يعطي عطاء الله سبحانه وتعالى، ياخد باله من المساكين، ياخد باله من جيرانه، ياخد باله لما بنطلب بير يقول انا معاكو، وصلت ميه انا معاكو، عاوزين ترميم مسجد، عاوزين فرش مسجد، عاوزين كهرباء المسجد يقول انا معاكو، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه. التاني بقى اللي قاعده المشكله بتاعته دي بتقعد بالسنتين بالثلاثه، هو معتمد على عقله، واللي يعتمد على عقله الله يكون في عونه، ربنا بيسلمه لنفسه. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله لا زل ولا قل ولا مل. واحنا هنعتمد على الله عشان لا نتزل ولا نكل ولا نمل. يا رب يا اللهم امين. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي والاخير، ابقوا معنا. الناس للناس ما دام الوفاء بهم،
والعسر واليسر ساعات وأوقات، وخير الناس من بين الأنام رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد أبدا ما دمت تقدر. البيت بايظ علينا والعرش زي ما انت شايف، وعاوزين بس اي حاجة تدارينا، والعيال متبهدلين والله، والسقف والله مبهدلنا، والله الفيران قلب حالي، الفيران بتخش تقلب حال الهدوم، بتقطع الهدوم من هنا ومن هنا من كل حتة. محتاجة بس اعرج بس المكان ده احبكه يعني، عشان العرشة دي بايظة خالص من قلب حالنا، مش عارفين نقعد فيها، والعرش بيسفسف علينا وبينزل علينا تراب وبينزل علينا فيران وكل حاجه. النهارده واحنا في قرى اهالينا في الفيوم، اهالينا نعم اهالين، شوف بيناموا على ايه؟ ادي الفرش اللي هم بيناموا عليه، في الصيف ينزل عليهم حراره، وفي الشتاء ينزل عليهم مطره، غير التعابين، غير الحيات، غير كل حاجه، الامر على الطبيعي، ادي المكان بتاعهم، ادي المطبخ بتاعهم، وادي الحاجات بتاعتهم، ادي طبيعه هذه الحياه، مين اللي هيمد ايده للناس النهارده؟ ويقول لهم انا السقف ده عليا النهارده، السهم في البيت ب 5000 جنيه، ربنا هتستظل يوم القيامه في ظل السهم بتاعك. ادي الميه بتاعتهم اللي هم بيشربوا منها، ادي الجراكن اللي هم بيملوها الجركن بخمسه جنيه وبسته جنيه، ادي الوضع على الطبيعه قدام حضرتك، ادي الستاره اللي بتحمي اللي بتحمي ده عندي، ادي الستاره بتاعتهم اهي، ادي الاكل اللي هم بيشربوه، ادي اهو، ادي الوضع على الطبيعه، ادي الوضع على الطبيعه اهو. الله ينظر الى من اعطى وينظر الى من اعطي اليه، فيرحم من اعطى لعطائه ويرحم من اعطي لصبره وبلائه. جبر الخواطر خطوه تمشوها فتحسب لك، جبر الخواطر كلمه تقولها فترفع في ميزانك يوم القيامه. حلة المية فيها كوسة وبتنجان؟ سؤال حضرتك روعة، لأن احنا لما شفنا الوضع على الطبيعة سألنا نفس السؤال. إيه ده؟ فقالوا احنا بنحط الكوسة وبعد كده بنخليها على ما بتستوي في المية وبنفركها كده بمفراك، كان زمان عندنا بنعمله بيه خبيزة. زمان عند ستي وخالتي وامي والناس الكبار دول. النهارده هم بيعملوها كده عشان تبقى وجبه ويغمسوا بيه العيش الناشف عشان يلينوا تحت اسنانهم، يعني يعيشون عيشه الله سبحانه وتعالى هو مرضيهم على كده. لكن الناس دول محتاجين الحقيقه كل حاجه. لما دخلنا قلنا لهم انتوا عاوزين ايه؟ قالوا يا دوبك سقف عشان يحمينا من الحر ويحمينا من المطر، لكن وبتقول الحمد لله احنا احسن من غيرنا. طب لقيت الحمد لله، طب انا عاوز اشوف الحمد لله فين؟ فهل في دوره ميه في البيت؟ لا مفيش. في وصله ميه في البيت؟ لا مفيش. في سقف في البيت؟ لا مفيش. في تعريشه في البيت؟ مفيش. طب في سرير بيناموا عليه برضه؟ مفيش. يبقى انا ما لقيتش كلمه الحمد لله اللي هي بتقولها الا في الرضا. قلوبهم هو ربنا سبحانه وتعالى حاطط الحمد ده في قلوبهم، وعاوزين كل حاجه ومن عزه نفسهم يقول لك الحمد لله. حد عايز يساعد الاسره دي؟ يلا على طول، احنا عاوزين هناك سقف، عاوز ثلاث اسهم ب 15000 جنيه، وعاوز وصله ميه ب 3000 جنيه، وعاوزين لهم دولاب عشان الفيران بيبهدلوا هدومهم والحاجات ديت، عاوزين لهم دولاب، واللي عنده سرير واللي عنده اوضه نوم مستغنى عنها بدل ما يبيعها ربوبيكيا بملاليم يجيبها عشان ربنا يديله ملايين. نورتيني وشرفتيني مولانا الشيخ ابراهيم الدسوقي، ودايما اللقاء معاك بيبقى اروع ما تكون. ربنا يخلي حضرتك، البركه في حضرتك يا فندم. لسه حلقتي ما خلصتش، اوعى تروحوا في اي حته، ابقوا معانا.